أيها الإخوة، أحييكم من كنيسة الشهيد العظيم جورجيوس بشارع أبو طقية بشبرا، لننقل لكم قداس هذا الصباح. يقوم بالصلاة ويلقي العظة جناب القمص يعقوب حنا كاهن الكنيسة، ويشترك معه بالصلاة الآباء الكهنة القس مارتيروس مكرم، القس كرولو الشاكر، القس مينا مكرم، ويقرأ الإنجيل ويشترك معهم بالصلاة القس أثناسيوس يوسف، مع خورس شمامسة الكنيسة بقيادة المرتل مينا ميشيل. Flogite Deve brosev ken stasete Irini basi Ketop nevmati سيد رب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك. صلوا من أجل إنجيل المقدس يا رب. أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وسألونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا. صلوا الطبيب وألل ويا ألل ويا ألل Temete abba se akosomento agio vangelio Ismaru tenje vesnio khenevrane mepshoi sentenigum kirie flogi sonokto katalo kanangio
Evangelia ton agnus man. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا مارينو البشير بركاته. وبن سوتير وبن أوروتيرين إيسوس بيا خريستوس بشير يمفنوتي تون بيا ونفشاين بيوفا بنوتي بيه من تراتيل مزامير بين داود النبي والملك بركاته. القدوس يهديني إلى الاستقامة، فلأسمع بالغدوات رحمتك، فإني عليك توكلت. ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. فقال لهم: متى صليتم؟ فقولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا كل يومين، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له: يا صديق أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له؟
فيجيب ذلك من داخل ويقول لا تزعجني، الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك، أقول لكم وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإنه من أجل لاججته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. وأنا أقول لكم اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. فمن منكم وهاب يسأله ابنه خبزا أفيعطيه حجرا، أو سمكتان أفيعطيه حيتان بدل السمكة، أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقربان؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدتان، فكم بالحر الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أيها الأحباء، إنجيل قداس، إنجيل هذا القداس المبارك يوم الأحد الأول من شهر بعونة، من إنجيل معلمنا لوقا البشير والإصحاح 11 وبدءا من الآية الأولى لغاية الآية 11، وهو إنجيل يعلمنا عن الصلاة وثقتنا في الصلاة، التي الثقة التي وعد بها ربنا يسوع المسيح. والعنصر الأساسي في هذا الإنجيل هو نص الصلاة الربانية التي علمها لنا ربنا يسوع المسيح، وقد وردت أيضا في الإنجيل بحسب معلمنا متى والإصحاح 6 والعدد من 9 إلى 13. يبدأ الإنجيل بطلبة من أحد تلاميذ ربنا يسوع، إذ قال له علمنا أن نصلي، متى وكيف علم؟ مثلما علم يوحنا تلاميذه. ويبدو أن يوحنا المعمدان قد علم تلاميذه أن يصلوا 3 مرات في اليوم، فربنا رد على التلاميذ وقال لهم متى صليتم؟ فقولوا أبانا الذي في السماوات. وفي الحقيقة صلاة أبانا الذي في السماوات هي النموذج الرائع للصلاة المتكاملة في كل عناصرها وكل طلباتها، لأنها تضع الإنسان على خريطة طريق عجيبة تصل به إلى الصلاة العميقة المركزة الواضحة الشاملة الكاملة التي يشعر بها الإنسان حينما يصليها، يشعر أنه أصبح داخل حضن الله نفسه. ولكن هذا لمن يصليها بأمانة ويصليها بحسب مشيئة الرب. نص الصلاة الربانية حفظناها منذ صغرنا والكل يحفظها، ولكن نحو عمق جديد نريد أن نتعلم كيف بالفعل نصلي. إنها الصلاة الكاملة التي بها كل العناصر. تبدأ مقدمة الصلاة بقولنا يا أبانا، وفي الحقيقة أبانا هذه هي معجزة المسيحية،
أن ربنا يسوع المسيح حينما صلب على الصليب ومات وقام وصعد وأرسل الروح القدس، الروح القدس اسمه أو من ألقابه أيضا أنه روح التبني، فقد تبنانا للآب في المسيح فصار الآب أبا لنا أيضا. نحن أبناء الله بالتبني، أما ربنا يسوع فهو ابن الله بالطبيعة وبالجوهر. لما نقول يا أبانا فنحن نعترف ونعلم أن الله أب لنا، وفي الحقيقة الله هو أب الخليقة كلها. لما نصلي يا أبانا وكل واحد فينا واقف حتى بيصلي لوحده، فهو في الحقيقة يعلن سلوك الجماعة. يعني الواحد لما بيقول يا أبانا الذي في السماوات، احنا بنكرس روح الجماعة في الصلاة وما عندناش أي إحساس فردي، لكن الإحساس هو إحساس الفرد بروح الجماعة والمسؤولية والنيابية عن إخواته في الصلاة ولأجلهم أيضا. وكل صلاة يصليها كل إنسان مسيحي كنسي هو في الحقيقة يصير مردود هذه الصلاة لمنفعة الجماعة كلها ولمنفعة الكنيسة كلها. وحينما نتوحد جميعا في قولنا يا أبانا، هو في الحقيقة يذوب الكل في هذه العبارة، الكبير والصغير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، الكل يصرخ يا أبانا، لأننا أمام الله سواسية ولا يوجد فرق بين أحد منا أمام الله، كلنا أبناء الله، وكل واحد فينا مهما كان وضعه كلنا نقول يا أبانا. نقول أيضا يا أبانا الذي في السماوات، وليس معناها أبدا أننا حصرنا الله في السماوات ولا علاقة لنا به، إنما في الحقيقة معناها أن إحنا حينما نصلي نحن أمامك يا رب نرفع عقولنا وقلوبنا وأفكارنا نحو السماوات، أما أنت فأنت ساكن في السماوات حقا، إنما أنت تملأ الكون كله، السماء والأرض وكل الأكوان. عناصر الصلاة الربانية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة: طلبات تختص بالله، وطلبات تختص بنا، ثم الإشارة إلى واقع الحياة ومعالجته في وقفة الصلاة. نحن نصلي أمام الله في ثلاث عبارات نخص بهم، وهي: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. والطلبات التي تختص بنا هي: خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا، وهناك تعهد بأننا نغفر لمن أساء إلينا. ثم نشخص أمام الله واقع نخشاه جميعا، هو واقع التجربة أو واقع الألم، فنقول لربنا: لا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. ونختم بعدها بالمسيح يسوع ربنا. حينما نقول لله ليتقدس اسمك، فكل شهوة قلوبنا أننا حينما ننطق باسم الله يتقدس اسم الله، ليس بمعنى أن نحن نزيد قداسة، إنما في الحقيقة نحن نباركه ونحن نعترف بجلاله وبتفرده بالقداسة. ونحن الذين نتقدس حينما ننطق باسم الله المبارك، إنما نقول يتقدس اسمك في أفواهنا، في سلوكنا، في أعمالنا، في كل ما نتحرك به في الحياة، ليكن اسمك مقدسا يا رب. ليأتي ملكوتك، يأتي ملكوتك فيها إعلان عن أن احنا يا رب في الحقيقة أنت الكبير لنا، أنت سيدنا، أنت ملكنا، أنت هو يا رب كل شيء في الحياة. وكل وجود الإنسان في الحقيقة هو أن يسلم لملك الله على حياته. فأنا حينما أصلي ليأتي ملكوتك، فأنا أطلب إعلان الله عن ملكه في حياتنا، حياة الكنيسة وحياة الأفراد وحياة الشعوب، وملكك الشخصي يا رب علينا، على بيتي، على فكري، على قلبي، على كل تصرفاتي. لتكن مشيئتك، كل كيان الإنسان أحبائي موجود في هذه العبارة، إنه تتطابق مشيئة الإنسان
مع مشيئة ربنا، وأن يسود الله على الإنسان بمشيئته، ونحن نعلم أن مشيئته هي الصالحة الطوبوية الكاملة. وقفة الصلاة تغيرنا كما طلب معلمنا بولس الرسول في رومية 12 وقال كده: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية التامة. فإذا كنا نريد إرادة الله الصالح المرضية التامة فلتكن طلبتنا أحبائي لتكن مشيئتك، لتكن طلبة من الأعماق نقولها، ونحن بالحقيقة نسلم مشيئتنا لربنا ونسلم كياننا لربنا. بعد كده بنقول: كما في السماء كذلك على الأرض. وفي الحقيقة هذه العبارة تفهم على صعيدين. الصعيد الأول إنها تخص بس لتكن مشيئتك، وهناك صعيد آخر أنها تخص الثلاث طلبات اللي قلناهم. يعني أنا أقول له: يا رب ليتقدس اسمك كما في السماء كذلك على الأرض، يعني كما هو مقدس في السماء من قبل كل السمائيين ليصير مقدسا أيضا من قبل الأرضيين. ولما أقول له: ليأتي ملكوتك، يعني كما أنت تملك في السماء تملك أيضا على الأرض. ولما أقول له: لتكن مشيئتك كما أنت تسود في السماء بمشيئتك تسود أيضا على الأرض بمشيئتك. ونأتي إلى الطلبات الخاصة بحياتنا، وطبعا كان من اللائق جدا أن ما هو يختص بالله ينبغي أن يكون أولا. نقول لربنا: خبزنا الذي للغد، ودي الطلبة رقم 4. خبزنا الذي للغد، يعني أعطينا يا رب أن احنا نستعطي منك الخبز الذي يوصلنا إلى الغد، والغد هو الأبدية. إذا نحن نطلب الطعام الباقي للحياة الأبدية وليس الطعام البائد اللي موجود في الأرض. عشان كده برضو أحبائي من ضمن برضو التفسيرات اللي اتقالت إنه خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، فهو خبز الإفخارستية الذي يعولنا به الرب على مستوى أرواحنا وقلوبنا وأفكارنا، يعولنا به إلى أن نكمل هناك في الأبدية. لذلك نصلي في القداس الإلهي ونقول: يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. وفهمت أيضا أن خبزنا الآتي هو خبزنا كفافنا، نقولها أيضا في لغتنا الدارجة، بمعنى أيضا أعطنا الخبز الذي يكفينا رب للحياة الأبدية، وأيضا الخبز الذي يكفينا لحياتنا اليومية. وهذه تسمى في التدبير الروحي حياة الكفاف، حياة الكفاف التي بها يشعر الإنسان أن الله يسدد كل احتياجاته ولا حاجة له إلى شيء. هذا هو خبز الكفاف. قالها الكتاب بلغة أخرى: أطعمني خبز فريضتي. خبز فريضتي يعني ما يكفيني يا رب، لا تعطيني فقرا ولا غنى، اديني يا رب على قد ما إيه أنا محتاج. الطلبة رقم 5 وهي الثانية من الطلبات التي تختص بنا هي: اغفر لنا ذنوبنا، أو اغفر لنا ما علينا، طلب الغفران. لأن وقفة الصلاة أحبائي مش ممكن أنا الله هيسمعني وأنا متخاصم معاه أساسا، والخطية تخاصمني مع الله. لذلك أنا أطلب منه أن يغفر لي خطيتي. وطبعا الغفران لابد أن تسبقه توبة، يعني ما ينفعش أقول له اغفر لي خطيتي وأنا ناوي أستمر في خطيتي وأنا مش حاسس أن أنا عندي خطية، أو أنا مش حاسس أن أنا محتاج للتوبة. هتبقى الكلمة دي مجرد منطوق ليس له عمق أو أي معنى. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لمن أساء إلينا. قالوا عن هذه العبارة أحبائي أنها أعظم مقايدة عرفتها البشرية، إذ يقف الإنسان التائب أمام الله ويقول له: أنا غفرت فاغفر لي. حاجة عجيبة، حاجة عجيبة. تبررها النطق يا أبانا، لأن الابن بس هو اللي يقدر يدخل عند أبوه وعنده من الدالة وعنده من الجراءة اللي يقول له: أنا عملت كذا فاديني، أنا غفرت فاغفر لي. حقيقي الآباء اتكلموا في الحتة دي كتير، لكنها مقايدة
في مصلحة الإنسان تماماً، اللي يكرس الصفح ويكرس الغفران بينه وبين المسيئين إليه فيتجرأ أن يطلب من الله أن يغفر له أيضاً كما غفر هو لمن أساء إليه. ونأتي إلى الطلبة السابعة نقول فيها لا تدخلنا التجارب. في الحقيقة أحبائي هناك يعني نظرات كثيرة في موضوع التجربة، إنما في الآخر أحبائي هي التجربة تأتي على الإنسان إما لامتحانه، إما لتزكية إيمانه، إما لترقيته في الإيمان، إما لتأمينه مقابل الكبرياء والإحساس بالعظمة والفخر. حاجات كتيرة خالص ممكن تبقى جاية فلسفة لموضوع التجربة في حياة الإنسان. إحنا بنقول لربنا لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن الأمر الصعب جدا في التجربة إنه الشرير أي إبليس يأخذ فرصته على الإنسان ويضرب إيمان الإنسان في الصميم. لأجل هذا قال ربنا لبطرس الرسول: سمعان سمعان، الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك. كل خوف ربنا علي وكل خوف الكنيسة علي إن أنا في التجربة يضيع إيماني، يضيع رجائي، يفنى إيماني، تفنى ثقتي بربنا. عشان كده مهم جدا إن إحنا كنيسة كان لازم ربنا يعلمنا بعد لا تدخلنا التجارب يقول على طول نجنا من الشرير. حتى تأتي التجربة بالثمر المطلوب ليها، حتى تأتي التجربة بالفائدة للإنسان. تعجبني جدا أحبائي في المديحة بتاعة أبانا الذي في السموات التي نقولها في الصوم الكبير، نقول كده: لا تدخلنا في تجربة يا إلهنا، وإن سمحت فلا تتخلى عنا، على احتمال التجارب أعنا يا أبانا الذي في السماوات. يعني في البداية أنا ضعيف يا رب، ما تدخلنيش في تجربة، أنا غلبان قوي. طب ربنا سمح لك بتجربة، وده بيحصل كتير في حياة الكثيرين بل الكل، الله سمح بتجربة، نقول له إيه؟ إن سمحت لا تتخلى عنا، ده وعدك لينا يا رب، إنك أمين، إنك أمين، لا تدعنا نجرب فوق ما نطيق، بل تعطي مع التجربة أيضا المنفذ. راح نقول له في الشطرة الثالثة من البيت: على احتمال التجارب أعنا. وفعلا يا أحبائي الله لا يسمح بتجربة علينا أو لا يأتي علينا بتأديب أو تجربة إلا إذا كنا نستطيع أن نحتمل. تختم الصلاة بعد كده أحبائي بعبارة: بالمسيح يسوع ربنا، ودي مش موجودة في نص الكتاب المقدس، إنما أبائنا أضافوها وفي إضافتهم لها كل الحق، وفيها طاعة كاملة لوصية ربنا يسوع المسيح الذي قال: مهما سألتم باسمي فذلك أفعله، يوحنا 14-13. وقال لنا كمان برضه: للآن لم تطلبوا شيئا باسمي، وقال لنا: كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم، يوحنا 16-23. فلما المسيح يقول لنا اطلبوا باسمي ويقول لنا مهما سألتم من الآب باسمي يعطيكم، ويقول لنا للآن لم تطلبوا شيئا باسمي، أكيد يعني تيجي الكنيسة تجري وتحط على طول بالمسيح يسوع ربنا، لأنه هو الدالة الوحيدة والشفيع والوسيط الكفاري الذي صالح الإنسان مرة أخرى مع السماء ومع الآب. فنحن نتقدم إلى الآب في اسم ربنا يسوع المسيح. بعد كده أحبائي ربنا إدى مثل عجيب قوي في اللجاجة، هو مثل صديق نص الليل، كلنا نعرفه وكلنا قرناه، لكن هاخد مقارنة بسيطة بس بين الصديق الأرضي وبين الصديق السماوي. ربنا هو الصديق السماوي اللي أحب البشر جدا جدا وأرسل ابنه كفارة للعالم. الصديق الأرضي يشوفني بزعجه لما روح أخبط على بابه، لكن الصديق السماوي يرحب بي ويفرح بي في كل وقت. الصديق الأرضي بابه بيتقفل، يجي بالليل يقفل بابه، أما الصديق السماوي فبابه مفتوح على الدوام لا يغلق، ربنا ما عندوش باب بيقفله. الصديق الأرضي بيأوي إلى فراش وينام، أما الصديق السماوي إلهنا لا ينعس ولا ينام بالمرة.
صديق الأرضي أولاده ينامون معه، أما الصديق السماوي فأولاده الملائكة والقديسين هناك في السماء، أطلقهم لخلاصنا باستمرار. الصديق الأرضي ممكن يقول لا أقدر أن أقوم وأعطيك، أما الصديق السماوي فهو كلي القدرة الذي يستطيع أن يفعل كل شيء ولا يعصر عليه أمر. الصديق الأرضي مع كل هذا الوضع الناقص يقوم ويعطي بسبب اللجاجة. فالصديق السماوي أحبائي مع كل صفاته الجميلة بكل تأجيد وبسبب حبه يقوم ويعطينا. بعد كده أحبائي ربنا بيقول لنا اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، لأن كل من يطلب من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، وكل من يقرأ يفتح له. ودي درجات في الطلبة والعمق الروحي والتضرعات أمام الله. كتاب بيكلمنا بعد كده عن أبوة الله وعن صلاح الله، ويقارن ربنا بين الأب الجسدي وبينه هو نفسه كأب سماوي، فيقول لو ابنك سألك خبز تدي له حجر؟ الإجابة لا. لو ابنك سألك سمكة تدي له حية؟ الإجابة لا، بالمرة لا. لو ابنك سألك بيضة تعطي له عقربا؟ الإجابة بالثلث لا. فربنا يرد يقول إذا كنت أنت وأنت أب جسدي بتتعامل مع ابنك بهذا الصلاح، فما بالك بتعامل الأب الصالح، الآب الصالح الذي ينتظرنا ويفرح بصراخنا وتضرعاتنا وطلباتنا. وبنختم بقى أحبائي في اسم ربنا يسوع المسيح الذي في اسمه المبارك نصلي أن يرفع الله عن العالم الوباء الذي حير العالم كله، الوباء الذي كمم الكرة الأرضية كلها. صدقوني أحبائي قلت مرة أن الكوكب كوكب الأرض صار هو الكوكب الصامت، وكأن الله يقول طالما أنتم صمتتم عن تسبيحي وعن تمجيدي أنا أحط على بقكم كلكم كمامة عشان تعرفوا قيمة أنكم تكلموني وقيمة أنكم تتضرعوا إلي. نسأله في اسم ربنا يسوع المسيح أن يرفع عن العالم هذا الوباء. كنيسة تصلي اذكر خلاص العالم، اذكر نجاتنا، اذكر إعالتنا نحن البشر، نجينا من الموت، من الغلاء، من الوباء والفناء سيف الأعداء، نجينا ونجي العالم من الزلازل والغرق والحريق والإرهاب. نصلي أن يؤيد الرب كل حكومات العالم، كل البلاد، يعطيهم نور من عنده وحكمة سماوية بها يدبروا العالم وبها يدبروا الشعوب حسنا. نطلب لبلادنا وشعوبنا كل سلام، نطلب كل حكمة ومقدرة للرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي، نطلب أيضا حكمة وسلام وقوة وبركة ونعمة لقداسة أبينا البابا الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا أسقفنا المحبوب نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية. نطلب لكل القائمين على تدبير البلاد كل حكمة ومعونة وقوة، لرئيس الوزراء والوزراء وكل من يعمل لمنفعة البلاد والعباد. نصلي من أجل الكل، نصلي من أجل الأطباء وكل العاملين في مجال مقاومة هذا الوباء. نطلب رحمة بكل من عبر منهم إلى هناك وكل من سافر أيضا بسبب هذا الوباء. نطلب تعزية لذويهم، نطلب شفاء لكل المصابين، نطلب معونة من الله للكل في هذه المحنة. الرب قادر أن يرفع المعاناة عن كل خليقته التي تنتظر منه تدخلاته وعمله. له كل المجد والكرامة للأبد، أمين. Never.
تنشويس النفترين تسعوتوكوس أرياس مافن بن سوتير كان نوفن آني بولطوهم شويس ريقون أون شويس نيوتنا بوستولوس نمبسيلي انتني ماسيتيس كان نوفن آني بولطوهم شويس ريقون بياسلو بوروس مارتيروس بشويس بوروغ ورغيوس تفقان نومنان بوشجفز مارو اوتن جفيوت نمبشي ترينم ببنه ما اسوه تتري اسجي كيفون تنوش تموت سنتي اومنس إن صوفي أسبرس خمين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي بالحقيقة نؤمن بإلان واحد الله إلان ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق واحد مع الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحن بسخ من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامتك أموات وحياة الدار الآتي أخطيت يا أبائي حلوني أخطيت يا أبائي أخوات سامحوني صلوا من أجلي شليل فلوجيت إبروس أفكستانسيت إيرني باسي طب نماتي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيى الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسارة صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطار الرسولي يا رب
بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستعقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في الدينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا 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 على هذا الراس، قفوا بخوف ورعدة ورشل، انظروا ننصي بشفاعة والدة الإله القديسة مريم. يا ربنا املانا بمغفرة خطايانا نزدلا أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة تسبيح. الرب مع ومع روحك أيضا. ارفعوا قلنا لكم قداس هذا الصباح من كنيسة الشهيد العظيم جورجيوس بشارع أبو طقية بشبرا. قام بالصلاة وألقى العظة جناب القمص يعقوب حنا كاهن الكنيسة، واشترك معه بالصلاة الآباء الكهنة القس مرتيروس مكرم، القس كرولوس شاكر، القس مينا مكرم، وقرأ الإنجيل واشترك معهم بالصلاة القس أثناسيوس يوسف مع خورس شمامسة الكنيسة بقيادة المرتل مينا ميشيل. إلى أن نلتقي الأحد القادم، لكم تحيات فريق العمل ولكم تحياتي إبراهيم البي.